السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير يا رب. الله يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساكم لو عندكم مسا. بص يا شباب، احنا كنا رايحين اسكندرية حديقة النزهة، فطلعنا نقعد على السلسلة. كنا عاملين حسابنا ان احنا هنقعد نصطاد ساعة واحدة بس. كنت انا بنصطاد بطريقة جميلة خالص، الطريقة دي من أحب طرق الصيد اللي أنا بنحبها في حياتي. يعني سواء طالع على مركب ممكن نشتغل بيها، سواء طالع على الشط، سواء طالع في مية جارية، الكلام ده طبعا انا موضحه في الفيديو. الفيديو ان شاء الله فيه سمك، ولكن انا الفيديو ده اهداء لجميع اخواتي في اسكندريه. طبعا عنوان الفيديو النهارده صيد الدينيس الكبير بطريقه يغفل عنها محترفين الصيد. الطريقه دي يا جماعه اللي هي طريقه الفله الحره او الفله المجنونه. بالنسبه للفله الحره او الفله المجنونه، اوريدي في فيديو هيظهر لك دلوقتي انا عامل الطريقه ديت من سنه او من اكتر من سنه، كلنا بنتعلم يعني من بعض. وهيظهر لك برضو ان شاء الله في اخر الفيديو نفس الفيديو القديم، ولكن انت كصياد محتاج خبره عشان تطلع فيديو كويس كاتيوب. ممكن مثلا كالالوان، الالوان تبوظ لك الفيديو، يعني حاجات بسيطه خالص بس ممكن تبوظ لك الفيديو. بالنسبه يا جماعه للفله الحره او الفله المجنونه، الكيس ده بتاعها بيبقى فيه خمسه او سته، ثمنه تقريبا من جنيه لاتنين او ثلاثه. بنعوز مثلا فله كبيره او فله صغيره برضو، بس على حسب المال انت بتشتغل بيه. وبنعوز التقال والمدور، والسنار ده فري خالص. العود اللي احنا هنشتغل بيه النهارده ده عود 4 متر ونص. انا بنشتغل ليه بعود 4 متر ونص؟ عشان لو هنشتغل على مركب ممكن يكون العيار بتاعي 6 او 7 متر، ودي ميزه الفله الحره، ان انت ممكن تاخد يكون معاك عود قصير وتاخد منها عيار 6 او 7 متر. انا اسف على الاطاله يا جماعه، ولكن عشان نوصل معلومه كويسه في كلام لازم يتقال، والكلام ده طبعا بياخد وقت. هنبدا يا جماعه ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي طريقه الفله الحره. طبعا احنا ايه، زي ما قلنا الفله الحره بتبقى عباره عن سلوك زي دي كده. السلوك ديت فيها ايه، الخرزه اللي هي ديت السمره دي، والسلك ده نفسه بيبقى فيه فتحه. الفتحه دي باينه اهي، لحظه، شايفين يا جماعه كده الاضاءه كده باينه ان شاء الله. الفتحه اللي هي ديت دي بالظبط اهي كده باينه ان شاء الله، صح؟ ايوه باينه، تمام. انا معايا عود اهوت قلنا 4 متر ونص، معايا خيط اساسي 40، تمام. بنيجي انا بنمسك الخيط بتاعي ده كده، بنعديه من هنا اهيت بنفس الطريقه دي كده، تمام يا شباب. عديناها كده، بنمسك الخيط ده كده وبنسحب الخرزه ديت كده بنفس الطريقة كده، تمام يا شباب. عدينا ديت اهي خلاص، هنقطع الحتة اللي تنيناها. عندي الفلة بتاعتي اهي، فلة زي اي فلة على حسب بقى حجمها، دي مثلا كده رؤوس زي ما بيقولوا، في فلة تانية ايا كان مش فارق معايا. بندخل الخيط بتاعي عادي من الفلة بنفس الطريقة دي كده عادي خالص، الفلة عدت معانا. بص يا جماعة باختصار دي طريقة الفلة. الفلة اهو الخيط ده كده حر، الفلة دي لما تيجي ترجع كده اهيت بتخبط في، بتخبط في الخرزة دي، بتاخد منها اي عيار. دي اول فايدة ليها، ان انت بتاخد اي عيار طويل او قصير. طب هنعمل ايه بعد كده؟ انا بنعدي خرزة تانية عشان نحكم الفلة من فوق ومن تحت، وعشان ندي عيار طويل للايه؟ للرصاصة. اهي يا جماعة الخرزة التانية اهيت. طبعا الفلة كده بقت محكومه بين الايه، بين الخرستين، بتاخد العيار اللي انت عايزه باي طول انت محتاجه بين الايه، بين الخرستين. بنيجي بعد كده بنعدي الرصاص بتاعي. الطريقه دي يا جماعه احنا بنقول العنوان بتاعنا هو تاني، صيد الدينيس الكبير بطريقه يغفل عنها محترفين الصيد. الطريقه دي يا جماعه ناجحه جدا في جميع الميات، ميه حلوه ميه مالحه ناجحه جدا. انا دي افضل طريقه عندي للصيد.
طبعا انا عشان عارف عيار الخرز الرصاص اللي معايا، فانا كده كده العيار ده قديم معايا، انا عديت كده الرصاص. طبعا انت وانت بتشتري لو الخامات بتاعتك مظبوطة هتقول له انا عايز فيلة 3، هيديك عليها رصاص 3. لو الخامات مظبوطة الفيلة هتطلع على قد الايه، على قد الرصاصة، هتعوم نفسها. لو الخامات مش مظبوطة الموضوع هيختلف ايه، هيختلف معاك شوية. انت بقى لو هي كبيرة شوية، لو الفيلة اتقل من الرصاص هتخف، هتقل الرصاص. لو الرصاص اخف حتى هنوريلكم برضو دلوقتي وزنة الايه، وزنة الفيلة، عشان تشتغلوا وانتوا ايه مطمنين. بعد كده ده المدور بتاعي، نربط برضو المدور مع بعض. المدور بتاعي هو انا، دي الرابطة دي مفضلة كده ليا يا جماعة. بنحط مثلا المدور بتاعي كده وبنلف الخيط ده على صبعي، ادي 1 2 3 4 5 6، بنعدي برضو الخيط ده مرتين، 1 2، بنرجع نشد بيخنق نفسه اهوت. كل ما نشد كل ما الرابطه ديت ايه تجمد معايا. كده انا وزنت الفله بتاعتي، كده انا عايز ايه نوزن الفله بتاعتي عشان تبقى الدنيا مظبوطه. انا محضر جنب مني جردل اهوت، خليكم بقى معايا يا جماعه. شايفين اللي ظهر من الفله قد ايه؟ الجزء ده لازم الوزنه تبقى كده يا جماعه. لو هنتقل الرصاص عن كده برضو ماشي، وكده ماشي كده. لو جت معاك سمكه صغيره سمكه كبيره هتغطس، مش شرط سمكه كبيره. والله العظيم يا جماعه دي انجح طريقه انا بنشتغل بيها. طب احنا كده خلصنا؟ لا لسه. طبعا انت معرض ان انت تشتغل بالليل، فهتعمل ايه؟ هي الفله الحره مش بالليل بس، الفله الحره بالليل وبالنهار. في عندك حاجه زي دي برضه نفس القصه، دي تمنها تقريبا ربع جنيه، يعني الثلاثه منها او الاربعه او حتى الاثنين بجنيه، ماشي. دي كده زي ما انتم شايفينها هي بنفس الطريقه دي، بندخل دي كده. طبعا انت بتخرم في الفله بقى ايه بيها برضو نفسها، يعني انا الخرم ده موجود اوريدي، بس ممكن نعمل لكم خرم تاني ما عنديش مشاكل. برضو بتيجي بالراحه كده، بتيجي ايه خرمها كده نفس الطريقه دي كده بالراحه مع شويه لف كده مثلا. يعني دي كده اشتغلت معايا تمام. هنرجع بقى للخرم القديم اهوت، عشان الخرم القديم كان مظبوط شويه. بنيجي مغرز دي كده لحد الايه ما توصل معايا كده. طب انا لو هنشتغل دي وظيفتها ايه؟ عشان لو هنشتغل بالليل بنعلق الفسفوره بتاعتي ايه مثلا، يعني ما انا مش هنكسرها اصلا ايه، يعني بقول لي نكسرها فبقول له انا مش هنكسرها، انا عايز نوري الناس بس. معلش يا جماعه انا منكرر تاني، انا اسف على الاطاله، ولكن لازم الفيديو ياخد حقه عشان نوصل معلومه كويسه. لان انا كنت الاول بنستهزئ بموضوع المعلومات ده، لقيت ان ايه كنت مفكر ان السمك الناس بتحب السمك اكتر من المعلومات، لقيت ان اغلبيه الجمهور محتاج المعلومه مش محتاج السمك. طبعا بعد ما بنكسر الفوسفوره بتاعتي، انا مش هنكسرها عشان مش محتاجها، الفوسفوره دي نفسها بندخلها كده تمام. كده انا بقيت جاهز. الصنار بقى بتاعك هتشتغل بيه على حسب الميه، مش مهم الصنار، احنا بنشرح الايه، احنا بنشرح الفله نفسها. الصنار بقى على حسب الميه اللي انت هتشتغل فيها، هتشتغل بصنار كذا، هتشتغل دي ايه يعني. الصنار مش في موضوع الحلقه بتاعت النهارده، ولكن انا بقيت الفيديو على البحر هنقول الصنار اللي انا ايه كنت شغال فيه. الفيديو ده اهداء لجميع اخواتي في اسكندريه، صيد الدنيس الكبير بطريقه يغفل عنها محترفين الصيد. كده ان شاء الله يا جماعه خلصت، نروح بقى على البحر نشوف احنا عملنا ايه بالطريقه دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس بالله ده اعمل لينا، لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك عشان الفيديو ينتشر واكتر الناس تشوفه واكتر الناس ايه تستفاد. يلا بينا نروح على الفيديو. يلا عم يحيى قول سلام. السلام. مع السلامه يا شباب. بصوا يا جماعه احنا جايين النهارده هنا في السلسله، يعني احنا بنقول ان احنا جايين نصطاد، بس احنا مش جايين نصطاد، احنا خلصنا فسحتنا في الحديقه وجايين هنا. طبعا انا معايا عده مستخدمه، هي مش متداوله في اسكندريه ولا في المكان ده، بس انا يعني الحمد لله متعشم في الله خير ان هي هتضرب معايا. العده بتاعتي دي هي نفسها عده الطعم اللي انا بنشتغل بيها تسريح مثلا في المات الجاريه.
ده طبعا فيلا حرة، فيلا كبيرة عليها رصاصة، شغال حر. العيار بتاعي تقريبا كده ايه، حوالي 2.5 متر. طبعا شغال خيط 25، سنار ايه 7، الطعم المستخدم عقر، اسف. فهنشتغل دلوقتي، هنرمي كده يعني للتسلية. طبعا لو جت اي حاجة هنصورها، خليكم معانا حبايب. فعلا بجد محترم، الصلاة على النبي. والله انا اللي بقول شربوش ضعيف الجناح. حلو. هو يا استفتاح مش هنرميها، هناخدها. افتح يا ابني الحلمة. صباح الفل يا شباب، ولا مساء الفل. ماجد حسن، احنا عندنا شراغيش برضه، هي انت والحضراوي. اهي يلا. توكل على الله. يا كريم يا رب. كده جبنا الارض يا معلم. كده احنا جبنا الارض. تاكل يالا يا يحيى يالا. تعمل يا عم اللي يناسبك تشتغل بيه، ما انا قلت لك اللي يناسبك تشتغل بيه. صورت لقطة الشربوشة دي؟ طب خلاص ما معلقيش فيديو. هات هات جاي، هات جاي. جايبها ماجد يا حسن، ماجد يا حسن، ماجد يا حسن، يا ماجد يا حسن. اخوك مولعها يا ماجد يا حسن في بلدك. الدنيس الاربع واحد راوي، ودي التانية خلي بالكم، اقسم بالله العظيم الاولانية راح يا حضراوي. حضراوي مسا مسا ماجد يا حسن. اقسم بالله العظيم الضربة دي كان معايا سمكة مظبوطة، خدتني يمين وشمال، ولكن مقطوع منها النصيب. دي نهاية الفيديو يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك، اللهم بارك.